بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت عندك صداع مزمن ومش عارف ايه السبب، لابد ان تسأل نفسك مجموعة من الاسئلة. السؤال الاول، هل انا عندي انيميا او تاريخ مرضي بالانيميا؟ طب ليه يا دكتور احمد انيميا؟ لان الانيميا تعتبر من اشهر اسباب الصداع المزمن اللي بنقابلها في العيادات. فلو انت عندك انيميا لازم تعمل، لو انت مش عارف عندك انيميا ولا مش عندك انيميا، بتعمل فحص صورة دم كاملة السي بي سي علشان نتأكد ان احنا ما عندناش انيميا، لان الانيميا سبب في الصداع المزمن. ده كده رقم واحد. السبب الثاني ايضا من ضمن الاسباب الاكثر شيوعا للصداع المزمن هو انخفاض الضغط او ارتفاع الضغط. عشان كده لو حد جالي في العيادة وعنده صداع مزمن، اول حاجة يجب ان اقيس الضغط علشان نعرف هل الضغط مرتفع منخفض، لان انخفاض او ارتفاع الضغط ممكن يسبب لنا الصداع المزمن. ثالث حاجة نتكلم فيها بشكل قوي، نتكلم عن الامساك المزمن. امساك المزمن سبب ايضا في الصداع المزمن، فلازم تتأكد هل انا عندي امساك، والامساك ده مزمن وبقاله كام يوم ما معرفتش اخش الحمام. لو عندنا امساك مزمن فبرضه الامساك المزمن احد اشهر اسباب الصداع المزمن من اللي بيتقابلنا في العيادات. الحاجة الرابعة برضه والمهمة جدا في سبب ظهور الصداع، العدوى. فلا بقى لازم نسأل، هل انا عندي عدوى معينة؟ طب اعرف ازاي العدوى؟ العدوى ما نيجي نعرفها بنقول ان هي عبارة عن وجع وتكسير في الجسم كله وعنده اعراض على حسب المكان. من ضمن برضه حاجات العدوى مثلا كحة، رشحة، وجع وتكسير في الجسم كله. نقدر نقول ايضا الم في الزور، دي كلها حاجات بتدلل ان احنا عندنا عدوى. فالعدوى ايضا احد اسباب الصداع المزمن. حاجة من ضمن اسباب الصداع المزمن الم الاسنان، الم الاسنان. علشان كده لو انت عندك صداع تسأل نفسك، هل انا عندي مشاكل في اسناني، عندي اي الم في اسناني؟ لان انت لو عندك مشكلة في الاسنان، ألم الأسنان ممكن يسبب لنا أيضا صداع مزمن. من ضمن الأسئلة اللي لازم تسأل نفسك بيها اللي هو، هل أنا عندي ألم في الودان؟ هل بيخرج إفرازات من أو مخاط من الودان بتاعتي؟ هل لو إحنا عندنا برضو ألم في الودن، ممكن ألم الأذن يكون سبب في الصداع المزمن اللي موجود عندنا. بعد كده، هل أنا عندي أي آلام في الأنف؟ هل أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية؟ لو عندنا التهابات في الجيوب الأنفية أيضا هي سبب الصداع المزمن عند ناس كتير جدا. علشان كده لازم نسأل نفسنا هذا السؤال قبل ما نحكم، هل أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية ولا لا؟ لو عندنا التهابات في الجيوب الأنفية يبقى لازم نعالج المشكلة، إن احنا نروح بقى لدكتور الأنف والأذن والحنجرة علشان يحللنا هذه المشكلة. برضو نقطة مهمة جدا، لازم حتى أنا كطبيب لابد أن أدرك هذه المشكلة. إيه هي هذه المشكلة؟ يعني لو هو جاي لك مثلا وليكن عنده لابس نظارة، أحيانا بسبب إن هو مثلا وليكن خد نظارة يعني أقل من المقاس بتاعه او اكتر من المقاس بتاعه، بس هو مش مدرك ذلك، والدكتور بتاعه مثلا لم يدرك ذلك بشكل قوي، فبتبقى دفعة قوية جدا ان هو يجيله صداع مزمن كنتيجة للمقاس الغلط اللي هو خده، او ضعف مثلا، حصل ضعف في النظر فالمقاس ما عادش مناسب ليه، وكنتيجة ان هو مش ملائم ليه يكون سبب في الصداع. حصل ضعف نظر اكثر من اللازم، فمن المفترض ان هو يغير مقاس النظارة بتاعته، لان لو ما غيرش مقاس النظارة بتاعته بتبقى دفعة قوية جدا ان هو يحس بألم كنتيجة لاختلاف المقاييس اللي موجودة عنده. فهو تلقائيا لو هو عنده مشاكل في العيون يبقى لابد ان احنا نتوجه لطبيب العيون علشان يحل هذه المشكلة. ويعني بمجرد انا لقيته وعنده طلع عنده مشكلة في العيون، فسبب الصداع اللي عنده مشكلة العيون، فلابد ان احنا نعالج مشكلة العيون.